والله الحمد لله كده الامور تمام ربنا الحمد يكرمك يا لله. طارق. عايز اقول حاجه يا طارق، يمكن ممكن ما اعرفش حد ياخد باله منها، لكن شريف اكرامي قبل طارق سليمان غير شريف اكرامي مع طارق سليمان، الدنيا مختلفه طبعا مع احترامنا لجميع الناس، ولكن اداء شريف حاليا بقى فيه ثقه بشكل كبير يا طارق، الاخطاء قلت بشكل كبير، بقى حارس مرمى منتخب مصر الاول لاول مره في تاريخ شريف، يعني اكيد ليك دور كبير معاه يا طارق. انا الاول بشكرك يا كابتن حازم طبعا، وفي الاخر طبعا ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، واكيد يا كابتن في شغل اتعمل الفتره اللي احنا شغالين او سنه ونص، وشريف عنده قدرات كبيره جدا. انا قلت الكلام ده اول ما جيت النادي الاهلي، قلت ان شريف وعادل وفي السعودي ان شاء الله يعني الشكل هيبقى افضل بكتير من الاول ان شاء الله، والحمد لله اشتغلنا فتره كبيره جدا، وكان برضه في اخطاء يا كابتن حازم يعني برضه بالذات كان في برضه بعض الاخطاء لشريف، انما الحمد لله الاخطاء بقت متباعده. كان ممكن كل مباراتين ثلاثه، الحمد لله دلوقتي الاخطاء بقت متباعده جدا، انما مستحيل يا كابتن حازم هنقدر نمنع الاخطاء نهائي. اكيد كل الناس الحمد لله بيعيش احلى فترات حياته، سواء زي ما انت قلت كده مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. هو مركز الفتره الاخيره دي اللي احنا عندنا، يعني انت عارف ان عندنا حسم سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر، نزل للنادي طبعا عندنا سيمي فاينل ان شاء الله كمان 5 ايام، وبالنسبه لمنتخب مصر فانا عايز اقول يعني رامي شريف هو اللي بيلعب وماشي بشكل كويس، وزي ما انت قلت كده والحمد لله اداؤه مختلف تماما وبيأدي بشكل كويس، انما انا عايز اكد برضو على ابو سعود واحمد عادل بيتمرنوا بشكل كويس جدا ومنافسه شريفه بينهم وروحهم حلوه جدا مع شريف، وده الحمد لله بيظهر اداء شريف بشكل اللي الناس كلها بتشوفه فيه واللي انت اشدت بيه دلوقتي. طب طارق، يمكن في ناس كثيره بتتكلم على ان شريف بقى الحارس الاول للمنتخب المصري بسبب عدم وجود عصام الحضري مع واحد عنده مثلا مكان مشكله، انت ردك ايه؟ هل هو شريف يستحق ان يكون حارس مرمى الاول ولا لولا مشاكل الاخرين هو بقى الحارس الاول؟ خليني اقول لك يا حازم، بص يعني انت قلت وغيرك بيقول ان شريف اكرامي وصل لفورمه عاليه جدا، ولولا وصول شريف للفورمه دي ما كانش هيبقى جول منتخب مصر الاول. شريف الحمد لله يعني بيأدي اداء طيب جدا جدا مع النادي الاهلي بقى لفتره كبيره. ومع منتخب مصر يعني كان شويه مش عارف ليه الفتره يعني اليومين دول بالذات الدنيا يعني فيها، يعني لما شريف بيلعب منتخب مصر بقى له 3 ماتشات بيلعب اساسي وماشي بشكل كويس جدا، مباراه زيمبابوي في زيمبابوي عمل مباراه رائعه وخدنا 3 بونت، موزمبيق في موزمبيق عمل مباراه كويسه قوي كسبنا 1-0، واخيرها مباراه غينيا في الجونه، فشريف بقى له فتره بيأدي بشكل كويس، يعني مش معنى اليومين دول بالذات الدنيا هايجه كده والدنيا مقلوبه عليه. انت حاسس ان الدنيا هايجه على شريف يعني اليومين دول؟ هو شريف ماشي يعني، امال لو شريف ماشي يعني لو شريف اداؤه في شريف ماشي، شريف بيعيش افضل فترات حياته ويستحق ان يبقى جول منتخب مصر الاول. تمام، انا بتكلم فنيا ماليش علاقه باي حاجه، انا بتكلم ماليش دعوه بالتاريخ والحاجات دي، انت دلوقتي بتتكلم على الكوره يعني. انا بتكلم على كوره، شريف اكرامي يستحق ان يبقى حارس مرمى منتخب مصر الاول، وهو مركز جدا وعنده هدوء، مش يعني الفتره دي بحاول ان الواحد يبعده خالص عن الكلام ده، وانه يعني لان احنا في فتره مهمه جدا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. مع النادي الاهلي وصلنا السيمي فاينل، عندنا مركزين، عندنا مباراه مهمه جدا بعد 5 ايام، وبعديها ان شاء الله هتبقى مباراه المنتخب في غانا ان شاء الله، فمش عايزين اي حاجه تخرجنا عن تركيزنا. ايه اكتر حاجات اشتغلتها مع شريف يا طارق تخليه يبقى فيه تحسن؟ يعني واضح السنتين اللي فاتوا في تحسن كبير لمستوى شريف، وزي ما قلت الاخطاء بقت متباعده، يعني مش ممكن حدش هيغلط، كلنا بنغلط، تشيك بيغلط وكاسياس كل الناس بتغلط، ولكن كل ما تبقى الاخطاء متباعده كل ما يبقى الاداء والمستوى افضل. يعني ايه اللي اشتغلت عليه بشكل جد يا كابتن طارق؟ بص يا كابتن حازم، وانا اشتغلت على كل حاجه، انما في حاجات باكد عليها قوي، يعني انا يعني في شغلي باكد قوي على الجزء المهاري، واكرر كتير جدا 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 في المهاره عشان يبقى في اليه في الـ في الـ في, الـ في الاداء. والحاجه الثانيه برضو اللي اشتغلت فيها كتير جدا التكتيك. التكتيك ان انا دايما كل تحرك للكوره يا كابتن حازم بيبقى فيه تحرك لحارس المرمى، حتى لو الكوره مع حارس المرمى في الناحيه الثانيه لازم يبقى انا ليه واقفه، كل ما الكوره تتحرك في اي مكان في الملعب لازم كمان يبقى ليه تحرك، فالتكتيك ده مهم جدا 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 لحارس المرمى عشان دايما بتخليه قريب من الحدث، قريب من الكوره، ما يبقاش في جاب كبير بينه وبين خط الظهر. النقطتين دول اشتغلت معاهم كتير جدا، وطبعا الحاجه المهمه برضو جدا جدا النفسيه بقى، اللي انا ازاي يعني حتى لو في اخطاء لشريف او في اخطاء لعادل او السعود ازاي ان انت تتعامل معاهم والامور تعدي بشكل، يبقى في ثقه مني انا لشريف، وشريف ايضا بيثق فيا جدا وعارف كويس قوي ان هو بيلعب ومش قلقان مني ولا قلقان مثلا ان انا مستني له خطا او ان انا يعني مستني ان يبقى في خطا فاكيد هيخطا. فالحمد لله كنت يعني انا في ظهر شريف والجهاز الفني كله طبعا بقياده الكابتن محمد يوسف وقبليه كابتن حسام البدري في ظهر شريف وبنسنده، ولو في اي حاجه لو شريف ما بيلعبش واحمد عادل هو بيلعب هنبقى في ظهره وهنسنده، لو برضه ابو السعود نفس الكلام،
فدينا حتى شريف مطمن لها جدا وبيلعب وفيه هدوء في اداء شريف، وعارف ان احنا مش مستنين له خطا، الجهاز مش قاعد مستنين له خطا او قاعد في اي وقت هيغلط هيبقى فيه مثلا، لا بالعكس هو بيلعب وفيه هدوء وما تقلقش ويلعب براحتك وخد وقتك. وطبيعي ان الحارس لما بيلعب وهو وهو نفسيا مستريح وعنده ثقه في نفسه بيطلع كل اللي عنده. وما زلت بقول لك يا كابتن حازم ان شريف اكرامي رغم ان هو الحمد لله الناس كلها بتشيد بيه، هو شريف ما طلعش كل اللي عنده برضه. مع المباريات ومع الثقه اللي هياخدها ان شاء الله، يعني مع يعني الخطوات اللي بياخدها مع النادي الاهلي والخطوات اللي بياخدها مع منتخب مصر هيبقى افضل من كده بكتير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق سليمان على المداخلة القيمة. ويمكن بس كنا عايزين نتكلم كده عشان كنا امبارح بنتكلم على الحراس في المرمى، انت زميل شريف اكيد من زمان وشفته، في تطور كبير في مستوى شريف السنة دي والسنة اللي فاتت عن بدايته مع النادي الاهلي. طبعا يا كابتن، هو شريف دلوقتي في احسن فترة ليه طبعا من كتر هو ما شاء الله دلوقتي في